هذا المساء الرائع الذي يحمل شعارات وهجني أصحاب السمو الشيوخ، حيث ينطلق قبل لحظات الشوط السادس في مجموع أشواط التميز الخاصة بالثنايا، وهذا الشوط هو ثاني أشواط جولتنا الثانية، عفوا شوط من أشواط الحول والذلل. هذا الشوط هو الشوط الثاني بالنسبة للذلل، الأصايل المهجنات، الشوط السادس في مجموع أشواطنا بالنسبة للجولة الثانية. يأتي ثانيا نندفع مع شعارات انطلقت مشاهدينا الكرام، وتسعة عشر اسما وشعارا لامعا. البداية مع وهيل، يا سلام يا سلام، وهيلة موجودة، شرارة موجودة، أسماء كذلك، الخوارة الكثير، هناك ثواب، الكثير من الأسماء التاريخية، لكن المقدمة من نصيبي شرارة، من نصيبي شرارة في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، اللي أشعلت شرارة المنافسة، خاصة من يوم تواجدت في مقدمة الشوط مع أول كيلومتر من 8 كيلومترات. ذلل أصايل المهجنات تقودها شرارة لهجن العاصفة العملاقة، ويقودها مضمرها حمد بن راشد بن حمد بن غدير، اللي نقدم له التهاني والتبريكات دائما في الاهتمام والمجهود اللي قدمه مع هذا الشعار. هناك صواب لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمنه منصور بن محمد بن منانه السويدي في المركز الثاني، وفي ثالث المراكز تأتي الخوارة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، محمد بن عبد الله بن حميدات في تضميرها والعناية. المركز الرابع من الجانب الآخر، المايدية لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد الهيان، ناجم بن علي الغيلان، شرارة تحمل كاس في رصيدها. لا ننسى أيضا تاريخها، معلومات البوكسات تتدفق أمامنا في سيارة التعليق وعربة التعليق. تأتي ما شاء الله تبارك الله علي الجمري الصندوق، لكن يا سلام، ما في ترشيح يقوله بغراب ابدا ويخيب، ما شاء الله تبارك الله يا ابو سلطان. هذا هو الترشيح المتوقع، هذا هو 6 دقائق للستة كيلومترات ذبحناها اليوم. من اليوم نبى نشتغل على الثمانية، نبالها حدث في الختاميات في يوم الاحداث يا وهيله. الله الله الله، اما 11 ولا 8 ولا 10 ولا المسافات الماراثونيه، اهم شيء يا سلام يا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، نهنيك على امتلاك هذه الهجن، نهنيك، لزف لك التهاني، نزفها لسموك في كل يوم في كل مكان يا ابو راشد، نزف الناموس وهيله وغيرها 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 من رموز الناموس اللي تملكها هجن العاصفه، نزف يا ابو حمدان لك، يا حمد يا بن راشد يا بن غدير، يا اللي تبي التهاني والناموس، ونقول لك بالتوفيق يا ابو حمدان. الختام ينادي في كل ميدان وقلوب الجماهير مع العاصفة وهجنها، تهانينا والناموس، تهانينا. جاءت وهيلة الى خط النهاية لتختم الشوط السادس، ثاني اشواط الذلل المهجنات على التوالي بنقاط 6 مراكز، اولى لهجن العاصفة. تفسير ثانيا لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم، وفي المركز الثالث منصور لهجن العاصفة، الرابع الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، المركز الخامس صواب لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد سعيد مكتوم. هذه وهيلة يا سلام، حيث تصل بال8 كيلومترات الى بحر ال12 دقيقة 41 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، مالكي هجن العاصفة. بالتوفيق يا ابو راشد، رعاك الله اينما اتجهت وفي اي مكان حضرت. هذه اذا تهاني موصولة للسيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير، هناك في ثاني المراكز تأتي تفسير لتقطع ال8 كيلومترات ب12 دقيقة 43 ثانية، جزء واحد من الثانية. التهاني لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن مكتوم والسيد محمد، والتهاني لمنصور بن محمد بن منانه السويدي، بينما جاءت ثالثا
منصورة لهجن العاصمة لتقطع الثمانية كيلومترات ب 12 دقيقة 43 ثانية، ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا للعاصفة وهجرها، وتهانينا نضمرها حمد بن راشد بن حمد بن غدير. لحظات وينطلق المعلق القدير والعزيز حمد بن ضبيب الشامسي مع هذا الشوط السابع يا أشواطي هذا المساء.